بنس الكوكيز. المكونات اللي هنستخدمها بينك شوكولت، بسكويت، وايت شوكولت، دارك شوكولت. هنقول لماما تقطع لنا البسكويت على شكل بنسل ونرجع. ده شكلها بعد ما ماما قطعتها لنا. هناخدها ندخلها في البينك شوكولت، بعد كده هنحطها في الوايت شوكولت، ناخد الشوكولت ونحط لها اسود هنا، ناخد واحده تانيه، هنقول لماما تحطها لنا في الفريزر ونرجع. ده شكلها النهائي بعد ما ماما حطتها لنا في الفريزر. يا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم. باي باي.